يقول بعض طلبة العلم إذا كلفوا بالتعليم والدعوة والدعوة إلى الله يكون عندهم نشاط وحماس في بداية الأمر، فإذا أوذوا تركوا الدعوة، فبماذا توجهونهم؟ أولا قلنا لابد من العلم، لابد في الذي يدعو إلى الله أن يكون على علم فيما يدعو إليه، فيما يحل وفيما يحرم، وفيما هو واجب وما هو مستحب وما هو مكروه. لازم يكون عنده علم مفصل الأحكام الشرعية حتى يدعو إلى الله على بصيرة. ثانيا من شروط الدعوة الصبر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة إلى قوله واصبر، وما صبرك إلا بالله. يشترط في الداعية أن يصبر على ما يناله. وقال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال تعالى في وصف المؤمنين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من الصبر. نعم.